على طريقة بانينكا، حكيمي غير الحلم إلى حقيقة، وقانون الغابة احترم. الأسود تقضي على التيران وتحجز لها مقعدا في مصاف الكبار ضمن دور الثمانية. وياسين بونو، أسد بجسم الأخطبوط، جعل المغرب يدون اسمه بأحرف من ذهب كأول منتخب عربي وشمال إفريقي يصل لدور الربع منذ ولادة المونديال. بالعودة إلى أطوار المباراة التي استحوذ فيها لاروخا كالعادة على الكرة دون خطورة تذكر إلا نادرا، فيما اعتمد وليد الرقراق على نهج تكتيكي دفاعي مع الانتقال السريع للضفة الأخرى خلال الهجمات المرتدة التي كانت ستعطي أكلها في عديد المرات، لتكون ضربات الجزاء الفيصلة من نزال صعب تألق فيها بونو بتصديه لثلاث، مانحا المجد للمغرب ومرسلا إسبانيا إلى المطار عائدين إلى الديار. منتخب مغربي متناسق متناغم الخطوط مثل شبكة العنكبوت، بلاعبين أفنوا كل طاقاتهم سعيا وراء رد الدين للإسبان وتسطير التاريخ والحصول على ذكريات من أرض قطر، ومدرب دخل معركة المنتخب في وقت وجيز وحرج استطاع بفضل حنكته وذهائه تاركا خلفه إرثا كرويا بعد موسم استثنائي رفقة الوداد الذي حصد معه لقب البطولة والأبطال. قطر فال خير على المغرب في انتظار مواصلة المشوار وتجاوز عقبة الكبار والوصول لأغلى الأدوار.